كل مواقع أصير. صحيح. انا حبيت الفيو اللي اخر الحلقه مكان كثير حلو بتجنن صحيح. اول شيء سعد مساكم جميعا بسرطة. لا شك انها مسؤوليه بصراحه القعده هون يعني موقع لا تحسدا علي الهون لا مش قد لا والله انا يعني هون ان يسعد عمركم يا رب. يعني احنا اليوم جلستنا الثالثه في المقر الانتخابي كالعاده رح يكون لقائنا ملي بالحديث والمعلومات والنقاشات حول الانتخابات، والاهم انه احنا نوصل بالنهايه لقناعه المواطن بالوصول لصناديق الاقتراع وكمان ثقه المواطن في الحياه البرلمانيه. ما بعرف صالح عندك وجهة نظر في موضوع الثقة وموضوع التوجه يعني شوفي نيفين يعني هو احنا هون يعني بهذا المقر يعني هو مقر مش ممر. احنا هون يعني قاعدين نسولف شو الناس قاعدة تسولف في المقرات الثانية قاعدين نسولف هان. انا يعني اللي ملاحظه يعني انه الناس يعني حتى الان مش مقتنعة انه راح يكون في تغيير ولا مقتنعين بالحكومة اساسا. صحيح. يعني الناس مش مقتنعين، فلذلك انت كيف انا يعني الان كيف واحد مش مقتنع ولا مقتنع انه راح يصير تغيير، كيف بدك تجيبه وتقول له تعال صوت للانتخابات؟ هم صالح عم تستنوا برامج، الناس عم تستنى برامج يعني عم نسمع عشان وين هالبرامج عشان الموضوع اليوم. يعني اسمح لي استاذ صالح، احنا بنقول وبنشكي بنقول المواطن مش رايح على صندوق الانتخاب، في اسباب، لانه المواطن شاف نماذج ما كانت صح. صح. اولا صار في تدخلات، صار في مال سياسي، وطلعت نماذج هل لا تمثل الشعب الأردني وعويات الشعب الأردني وما أنجزوا، بالتالي بطل يفقد فيها وصار تدخلات. إحنا بنعرف صاب عوا المفروض هسه الجي يعني مع القوانين الجديدة مع التعديلات الجديدة مع حركة صراحة إذا شعر إنه رايح يكون هناك مجلس نيابي يقوم بدوره الحقيقي ويطلع ناس واعيين وقلبهم على البلد مش قلبهم على مصالحهم الخاصة، أنا أعتقد المواطن بيجي لأنه المواطن بيعرف أنه المجلس لما يكون قوي وممثل الشعب وعارف وناس محترمين جايين مش ببيعك بعطيه 50 ليرة مشان يحصل 10,000 ليرة، اللي بمد ايده على جيبته بيقول لك خذ منتخبني يقول له روح. كل مره لازم تعزز الثقة في المسيرة النيابية. سولفي هذا السبب يا جماعة هدوا شوي. إذا اقتنع المواطن إنه هناك في نزاهة وفي ناس محترمة بدها توصل اعتقد احنا هاي المره عم ننتخب بطريقه مختلفه تماما. الانتخابات جديده من الفها الى ياءها، عم نحكي على بناء على قوائم حزبيه، هذه 100% لها يعني رؤيه مختلفه تماما سواء كان عند المواطن او عند يعني عند الناس اللي مونونه زي ما بنقولها انه اروح انتخب او ما اروح انتخب. يعني بتهيألي احنا اليوم رح يكون معنا مايسترو مهم جدا في المشهد الانتخابي. ضيف مايسترو هاي حلوة على اساس انه لك بالضبط يعني اكيد يعني مهم جدا في المشهد الانتخابي اليوم، وكونه من يعني من اكثر من سنه تم وضع خطه وطنيه في وزاره الشؤون السياسيه والبرلمانيه خلينا نقول التوعيه والتثقيف فيما يخص الانتخابات النيابيه. عشان هيك يعني احنا هلا كل الجدل اللي حوالينا بدنا نحطه على طاوله البحث قدام معالي وزير الشؤون السياسيه والبرلمانيه معالي حديثه الخريشه. انا بعتقد انه حاليا الدوله جاد وراس الدوله جاد في الاصلاح الحقيقي، ما يكونش في اي تدخلات، ما فيش اي خلل في الانتخابات. انا واثق، وبعدين احنا خلينا نعطيهم فرصه مش هيك؟ انا واثق 100% هاي المرحله. مظبوط بكره يرجع انصر الموجودين وعندك يا ابو زيد مغزيت نفس الموضوع ايضا. لكن هل هذا اللي ودي ينتخب هذا سمع الكلام اكثر من مره؟ يعني احنا دائما ندعو الى انتخابات نزيهه، لكن احنا وين الانسان؟ همنا على الانسان اللي رايح على الصندوق، الانسان اللي رايح على الصندوق وده ينزل الاوراق في الصندوق، هذا الانسان احنا ودنا نقول له يا عمي في اختلاف في الحياه، وفي الحياه النيابيه الحاليه تختلف عن الحياه النيابيه السابقه، حاليا في جديه في الانتخابات، وحكم ضميرك اختار الصح، حكم ضميرك
واختار الصح. ما بعرف انتم مع انه بس التوجه لصندوق الاقتراع حتى لو حط الورقه فاضيه إيه؟ مع هيك خليني انا اقول رايي لو سمحتوا لي لو سمحتوا لي يا جماعه لازم نوزع الحوار مش هنسمع من الجميع. انا رايي في مسؤوليه كبيره على الناخب والكل هلا عم بيشتغل على التوعيه السياسيه، فلما اروح احط الورقه فاضيه هاي يعني انا تهربت من المسؤوليه. هذا حقي وانا بدي امارسه، حق دستوري، لازم كل مواطن فينا انه يمارس حقه الدستوري. بس راني المهم مش يحط اي اسم ويضل ماشي كمان، ما هو لا يعني احنا عندنا برامج لا من حقه حتى لو حط فاضيه معبر انه مش راضي، بس المهم يروح يعبر عن رايه. يعبر عن رايه لانك انت اذا ما رحت انت مش مواطن كامل. الورقه البيضاء ما بتعبر عن تكتمل المواطنه في حقك بالاقتراع. انا هذا اذا انت ما رحت معناته انت مش مواطن، ما بتتحمل مسؤوليه. بس نسمع استاذ نبيل شكله مش عاجبه كلامنا، ما رأيكم دام فضلكم؟ والله أنا بسمع كويس، كلها أراء كويسة كويس، بس مش مقتنع ولا واحدة فيها. شو رأيك يعني؟ إيش رأيك يعني؟ أنا بحس حالي كأنه إحنا بنحكي من برج عاجي. في الإنسان ما تغير، قوانين بتتغيرها. أنت بتحكي عن شريحة كبيرة في المجتمع في حاجة، وفي من شريحة كبيرة أيضا مستعدين يستغلوا هذه الحاجة، ومنهم النواب اللي جايين للغير وغرات. وفي نظام يعني لا شك أنه أنا لا لما بعطي صورة سوداء أنا شفت وبعرف اللي حكيتيه مظبوط، في أمل وفي نظام جديد في شغل، لكن كيف بدنا نتغلب على أول شيء؟ إحنا لما بتقولي وزير التنمية السياسية جاينا، التنمية السياسية تبدأ في المجتمع من المدرسة صح. من البيت من الحضانة. شو هي التنمية السياسية؟ أنا بدي أقول هلأ معالي رح جاوبنا على هاي الأشياء. يعني صوتي هو اللي بيفرق بالنية. طب سمعنا صوتك. شو رأيك أنت بموال الطيب؟ والله أنا جهزكم. نسمع حبيبنا عيسى. قرب موعد التصويت وكثرت عنا المجالس، بشبعونا بالحاكي بمرمو يروك بالكوالي. للحرية هلا وليا حرية، شيخ شاي هلا بك يا هلا ليا حيلي فيا. هذا الموال الجميل يختصر أشياء كثيرة. أيوة الحالة صح. المشكلة عند الإنسان اللي وده يروح على الصندوق. صحيح. إحنا حاليا ودنا نقول له الوضع يختلف، لازم تروح للصندوق. احنا نقول للمواطن الانسان البعيد اللي في اقصى الاردن شمال وجنوب ووسط انه روح لصندوق الاقتراع، روح انتخب، لانه هذا حقك الدستوري والوطني، حقك انك تروح لصندوق الاقتراع وتنتخب. انا بقول لازم يعدلوا على القانون، المواطن اللي ما بيمارس حقه الانتخابي يعاقب. في دول هيك شو يعاقب؟ في دول هيك اذا ما بتروح تنتخب يعاقب. لازم هيك علي، انت مش مواطن، انت مش مواطن. المواطن لازم يروح ينتخب، واذا ما انتخب هو مواطن كناقض. هاي معالي وصل. اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا معاليك. يا هلا يا هلا يا هلا. شو شوفوا هالحلاوه، محلاها التنميه السياسيه، محلاها. اهلا وسهلا. هلا معالي. يا هلا يا هلا. مرحبا معالي، كيف الحال؟ تحياتي. هلا وغلا. اهلا وسهلا معك. هلا معالي، مرحبا. نورت معني. تفضل 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 تفضل. تسلم. اهلا وسهلا. صدر المقر. لا العفو، الله يحفظك. لا ترى عندك جمعه متنوعه، فنانين على صحافي على مطربين. يعني الله يستر. كيف شايف كيف شايف المقر؟ يعني خبير في البرلمان والنيابه وشاف الهم اللي كيف شايف المقر معالي؟ والله ما شاء الله. كرؤية هيك سريعه، شيء رائع جدا. يعني قريب من المقر. الله جميعا. يسعدك يا رب. الله يسعدك. يعني احنا اليوم احنا سعيدين جدا بوجود حضرتك معنا، لانه في كثير اشياء بتدور في ذهننا احنا حابين نعرف اجوبه عنها، وكمان في ناس بتسالنا يعني انه ايش بده يصير في الموضوع الفلاني، ايش الانتخابات، ايش الموضوع. بس انا حابه نبدا اليوم حديثنا مع حضرتك انه
الشؤون السياسية والبرلمانية، هاي الوزارة اللي تغير اسمها أكثر من مرة، كان في بعض الحديث عن إلغاء الوزارة من عودتها، تم دمج الوزارة مع الشؤون السياسية مع برلمانية يعني. وإحنا بنعرف اليوم إنها الوزارة بتحمل خلينا نقول جانب التوعية والتثقيف في موضوع الانتخابات. إيش دوركم اليوم في موضوع الانتخابات وبناء على الخطة الوطنية اللي أعلنتوها للتوعية الانتخابية؟ يا ستي أول شيء بتشرف أكون معكم بهذا المساء. الحقيقة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي جاءت نتيجة اندماج وزارتين، وهي وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية. في عام 2013 تم توحيد هاتين الوزارتين في وزارة واحدة اسمها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. قبل عام 2022 وهو العام الذي أقرت فيه مجموعة القوانين الناظمة للعمل السياسي، وهي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب لمجلس النواب، وأيضا بعض التعديلات الدستورية اللي كانت مرتبطة بمنظومة التحديث السياسي، كانت الوزارة معنية بتسجيل الأحزاب السياسية ومتابعة شؤون الأحزاب السياسية. بعد إقرار القوانين التي ذكرتها أصبح أمر تسجيل ومتابعة شؤون الأحزاب السياسية من مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات، وبقي متابعة الشؤون البرلمانية والشأن البرلماني يعني حلقة الوصل ما بين الحكومة والبرلمان ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب من مهام الوزارة. لكن فيما يتعلق بالشأن السياسي والأحزاب، الوزارة معنية الحقيقة بالتواصل السياسي مع الأحزاب السياسية الآن. بمعنى الهيئة المستقلة للانتخابات وهي الهيئة المناط بها إجراء الانتخابات النيابية، والجهة اللي مسؤولة عن تسجيل الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها قانونيا، لكن فيما يتعلق بالتفاوض والحوار السياسي مع الأحزاب السياسية هذا الشيء يعني لا تقوم به. أدوار بتكمل بعد، خلينا نحكي مع عليك صحيح؟ يعني ما شاء الله عليك صحيح. إذا سمح لي تفضل. إحنا يعني إحنا بقر يعني بتكونش أكمل السؤال اللي حكيت حول الخطة الوطنية التوعية في مجال التوعية. فيما يتعلق بالانتخابات النيابية، دورنا نحن ومؤسسات رسمية أخرى معنيين جميعا بزيادة التوعية في أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات، لأننا ننظر أن الانتخابات الانتخابات النيابية أو أي انتخابات سواء كانت النيابية أو البلدية أو مجالس المحافظات أو انتخابات نادي أو جمعية، أي عملية انتخابية، هي شو الهدف منها؟ هي الهدف والرسالة منها المشاركة في صنع القرار الذي يريده الشخص نفسه. أكيد لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال أنه تروح وتذهب إلى صندوق الاقتراع في أي عملية انتخابية على مستوى جمعية، على مستوى نادي، على مستوى نقابة، على مستوى بلدية، فما بالك في الأمر اللي هو معني بحياتك وبجوهر عملك وهو التشريع والرقابة على العمل الحكومي، وهي مهمة مجلس النواب. مجلس النواب ما هي مهمته؟ مهمته التشريع والرقابة، تشريع للقضايا وأمور حياة الدولة واللي بتمس المواطن بشكل رئيسي بطبيعة الحال، وأيضا مراقبة الحكومة في تنفيذها للقرارات والتشريعات التي تصدر. فبالتالي شوية توظيف. لا هذا الشيء يعني اللي الحقيقة اللي عانينا منه في الماضي إنه هذا الرجل اللي كما ذكرت إنه موجود مشان يشرع ورقب الحكومة. شكرا على طرحك لهذه القضية. حقيقة شوف أخي الكريم، احنا بنلمس وبنشعر احيانا انه في ناس بيقول لك يعني احيانا الثقه مهزوزه في البرلمان. للاسف احيانا بنشعر انه في والدلائل احنا لازم نكون صريحين وواضحين. الدلائل هو تدني وتراجع نسب الاقتراع في الانتخابات السابقه. طب هذه شو اسبابها؟ سببها الرئيسي بتقديري الشخصي
سبب الرئيسي بتقدير الشخصي انه احنا كمواطنين بدايه مش فاهمين شو دور النائب. مزبوط. هاي اول نقطة. احنا كشباب هذا المقر موجود اذا بدنا نروح ما بي عندهم اي معلومات وعي سياسي، ما هذا دور الوزاره بالضبط. احنا منهم الحمد لله ثقافه سياسيه، احنا منهم الحمد لله. ما انا بقول عني وعنك يا اخوي عليكم عندكم معلومات ما في ثقافه، ما في ثقافه. فبالتالي يا اخواني اهم ما يميز الانتخابات التي ستجرى في هذا العام عام 2024 ما هو اهم شيء في هذه الانتخابات؟ اننا سنشهد ولادة مجلس نواب مختلف عن جميع مجالس النواب في المئة عام السابقة من عمر الدولة الأردنية. هذا الأمل. ليش سيدي ليش؟ لأن شو راح يكون مختلف؟ هذا تصريح خطير يعني. جدا كبير. لا ومسؤولية عليك معالي. هذه سيدي هذا أنا لا شيء لا أتنبأ به ولا يعني أتأمله، هذا شيء مفروض بالقانون. دستوري. الآن مفروض في القانون. نحن على أبواب ولادة مجلس نواب قائم على الكتل البرامجية الحزبية. والسؤال اللي بنطرحه، هل هذا الامر كان ممنوع سابقا؟ لا. والان قاعدين بدنا نطالب فيه؟ الجواب لا. نحن حتى الاحزاب السياسيه الناس تعتقد انه وكانها كانت ممنوعه في الاردن على الاطلاق. منذ عام 1992 شرع قانون للاحزاب السياسيه، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم جرى انتخاب ثمانيه مجالس نيابيه. وكانت دائما الدعوات للمواطنين والناخبين أن ينتخبوا على أسس برامجية. بيقول لك يا عمي صح أحزاب وبرامج، لكن نسبة كبيرة من الأحزاب مفصلة تفصيل القوائم مفصلة بصورة عامة. بالعادة الحزب بيجي من تحت، هنا صار في مجموعة مسؤولين سابقين مشان يكملوا، فصلوا حزب مشان يأخذوا اللي بدهم إياه. أخي الكريم إخواني الكرام، هذا ما يقال ونسمعه بكل تأكيد، يعني دائما نسمع مثل هذا القول، لكن هذول مواطنين احنا كمان ما بدنا نقول وذوي خبرة ما بنقدر نحمي. وأنا دائما بقول المهم ليس الأشخاص، المهم البرامج. احنا علينا أن نتغير بثقافتنا في التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أنه ننظر على سبيل المثال قائمة حزب ألف، إذا والله قرابتي ولا ابن عمي كان موجود في هذه القائمة رح أنتخب هذه القائمة، ولا إذا ما كان موجود ما رح أنتخبه. طيب معاليك في سؤال بس إذا سمحتي لي. أنا بقول أنه الواجب علينا نحن كمواطنين أنه الآن نستمع إلى برامج الأحزاب. سؤال حضرتك أنه أين هي البرامج؟ البرامج أنا متأكد وأنها أطلقت وستطلق من قبل الأحزاب السياسية بعد صدور قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بالموافقة على ترشحهم. هذا واجبهم يعني بموجب القانون. دور الأحزاب إنه هم يحكوا للمواطنين. نعم. ما هي هذه البرامج؟ المدة مو كافية معالي. يعني أعتقد شهر كافي، مدة كافية. ثم إنه الأحزاب السياسية وبمبادئها وخططها الاستراتيجية أو ملامح الاستراتيجية أو رؤيتها الاستراتيجية، البرنامج هي تأتي كخطط تنفيذية مرتبطة بالجداول الزمنية، لكن استراتيجيتها للقضايا المختلفة والملفات المختلفة أطلقتها منذ أكثر من سنتين، يعني منذ أن تأسست معظم الأحزاب بعد صدور قانون الأحزاب بال 2022 وقام التصويب أوضاعها وتأسست أحزاب أخرى أطلقت هذه البرامج. الآن إحنا واجبنا أنا باعتقادي كمواطنين أنه لما بنروح ننتخب بدنا ننتخب الحزب ألف ولا الحزب باء، مش والله لأنه والله قرابتي موجود بألف صحيح وبدي أنتخبه لأنه مش موجود بباء مش راح أنتخبه. معاليك هنا ممكن مفروض تكون برامج تفضل. نشهد قريبا ولادة نخب سياسية جديدة، يعني بعيدا عن النموذج اللي حكاه أستاذ زهير إنه إحنا عم نحكي عن نفس الأسامي تقريبا، بس هل سنشهد قريبا بما إنه إحنا مقبلين إن شاء الله يعني خلال فترة قريبة لا على الحكومة الحزبية، هل إحنا بنحكي عن ولادة نخب سياسية جديدة؟ بكل تأكيد بكل قريبة تأكيد للشباب؟ بكل تأكيد 100% خاصة فيما يتعلق بالشباب والمرأة أيضا. القانون راعى قضيتين في غاية الأهمية. القضية الأولى اولا بالنسبه للشباب، ترى تم تخفيض سن الترشح كما تعلمون الى 25 سنه في القوائم الاحزاب التي ستخوض الانتخابات بموجبها على مستوى الدائره العامه، كما تلاحظون انه موجود شباب وامراه، المراه موجوده من ضمن
بالحد الأدنى امرأة واحدة من ضمن أول ثلاثة أسماء ومن ضمن ثاني ثلاثة أسماء وشاب أو شابة موجود من ضمن أول خمس أسماء. بس ممكن يكون أول اسم عادي طبيعي هو موجود على أرض الواقع تبين ذلك. فبالتالي بكل تأكيد نحن على أبواب شهادة وولادة نخب وسياسيين أردنيين من فئات مختلفة سواء شباب أو امرأة أو أشخاص لم يكونوا موجودين في العمل العام سابقا سنشهدهم موجودين إن شاء الله في مجالس في مجلس النواب. كل سنة بيكون في مقرات انتخابية. أنا بترك لك بس أنت تديري ما بدي. لا أنا ما عندناش يعني كله في حالة أنا آسف. في أنتوا وزارة التنمية السياسية. شؤون سياسية. احنا التنمية خلصناها. الشعب الأردني سياسي. سياسي. ما شاء الله عليه. سياسي منذ الولادة. الآن معاليك. يعني الشعب ينمى جاهز. سياسية. معاليك. كله سياسي. في إنسان في أطراف البادية. في أطراف القرى. نعم. رجل فلاح. نعم. وهذا الفلاح يعني قبل هذه المرة بيروحوا للانتقاء فكرة بيروحوا يعني القرى والريف بيروح لصندوق الاقتراع مش ما بيروح حاليا. انتوا التنمية السياسية انا واحد من الناس يعني احيانا بقول شو التنمية السياسية يعني ايش يعني التنمية السياسية يعني والله انا ما يعني حالا مطربقة هيك على بدماغي ما اعرف يعني ودي افهمها بالضبط يعني. هسا كيف تقنع اللي راح قبل هيك على الصندوق تلقائيا عشان ابن عمه رشح نفسه كيف تقنعه بتنميتك انه تروح للصندوق عشان تحط الاسم اللي انت اقنعوك او بالاحرى نوروك او التنميه السياسيه قالت لك واحد اثنين ثلاثه هذا ابيض وهذا اسود التنميه يعني فانا انا مش فاهمها يعني انا بدي افهم شو التنميه السياسيه. اخي الكريم اولا احنا ذكرنا انه الوزاره وزاره الشؤون السياسيه والبرلمان لكن في مجال الوعي والتوعيه السياسيه اللي هو دور مناط بالوزاره بطبيعه الحال. اولا اي مواطن اردني بدون شك في عنده اهتمام معين. نعم عنده اهتمام مثلا انه تطوير ملف النقل العام تطوير ملف الصحه تطوير وتحديث الزراعة التربية والتعليم التعليم المهني البطالة كيف رؤيته أو اهتمامه كيف تنحل مثلا مشكلة البطالة هذه القضايا اللي الآن الأحزاب السياسية ستقوم بإطلاق البرامج. إحنا لما نحكي برامج ترى ما رح تكون شكلية واقعية يجب أن تكون واقعية ليست نظرية ولدغدغة عواطف قابلة للتطبيق منطقية يعني عليك من مشرمها مش كلام رح يتطبق. أنا بعتقد أنه الشعب الأردني من الوعي بمكان والثقافة والمعرفة بحيث أنه يستطيع أن يقيم برامج الأحزاب ويقول هذا الحزب على سبيل المثال صادق بطرحه منطقي طرحه قابل للتطبيق ولا مش قابل شخص محترم واعي شخص محترم واعي يعني الأحزاب هي اللي راح تطلق البرامج وتوعي الناس. نعم نعم يعني أنتوا دوركم لا الأحزاب ستطلق البرامج أخي الكريم الأحزاب ستطلق البرامج اللي بتشوفها هي التي ستقوم تراها أنها خطة تنفيذية لحل إشكالات أو تطوير أو تحديث أو رفع سوية ملف ما أو قطاع ما. نحن كمواطنين نقوم الآن بتقييم هذه الحكومة لا تتدخل بالتقييم هذا شأن المواطنين لا 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 الحكومة الحكومة لا تتدخل بأي أمر داخل الأحزاب ولا تتدخل خطوط حمراء للحزب إنه حدك هون مقبول بعدك لا يوجد أي خطوط حمراء باستثناء خط واحد التزام بالدستور والقانون مقبول بعدك طيب. الحكومة ما تكون حاطة عينها على كم من واحد يعني هيك تقول هذا والله أؤكد لك أخي الكريم أؤكد لك أخي الكريم أن الحكومة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في ظلم فيش عدالة المرأة مظلومة صبية روسة بدها تحكي قاطعوها ثلاثة أربعة من الخناشير والست قاطعت تفضل يلا روسة لأول مرة استاذ زهير بفزعلي وبيعطيني دور بالحكي
كفو. احنا بنشوف هل تروح؟ لا والله يا تفضل. بنشوف المقرات عندنا خصوصا بالعاصمه مليانه ناس وهالدعايه والناس متجمعه متحمسه انها تدخل صندوق الاقتراع، بس كل سنه عم بيطلع بالعاصمه اقل نسبه اقتراع. صحيح. ليش؟ مع انه احنا مفروض في دعايات وفي حملات توعويه على ورشات تدريبيه، بس مع هيك عم تطلع العاصمه اقل نسبه اقتراع. نعم. شو السبب برايك؟ وهل هذا السبب برايي الشخصي انه الاغلبيه من سكان العاصمه هم مهتمين كانوا بالعمل البرامجي اللي للاسف كان متراجع في الانتخابات السابقه. وجود هذا القانون و إلزام الناخب على أن ينتخب على معيار برامجي من خلال اختيار حزب ما أطلق برنامج، هذه من العوامل اللي أنا برأيي الشخصي أنها من الأمور اللي قريبة من ذهنية سكان العاصمة. والله أعتقد أنه كمان سبب. تفضلي. يمكن هو شوي شخصي، لكن عم نشوف معاليك ما شاء الله تبارك الرحمن مثل المكوك من جامعة لجمعية رصيفة سحاب الزرقاء عمان. شو سر هاي الزيارات الكتيرة واليومية حتى يعني الوزارة وكل الموظفين عم نشوفهم خلي يتنحل بهاي الفترة؟ شو بتسوي؟ لا احنا الهدف، شكرا لك اختي الكريمة، الهدف هو من كل هذا الامر، احنا الشارع الاردني بحب التعامل المباشر. يعني مهما حاولنا أنه نطلع من خلال المحطات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يبقى التواصل المباشر له تأثير كبير. وأيضا هي فرصة من خلال هذه اللقاءات أنه يكون في تغطية إعلامية بحيث أنها تنتشر بشكل أوسع، فهي من جانب التوعية ومن ضمن خطط وعمل الوزارة بالتواصل مع مختلف مواقع اللي ممكن انه ان شاء الله يكون لنا مستمرين ان شاء الله لا قبل الانتخابات. انا بدي كنت اضيف، عفوا انا كنت بدي اضيف، قاطعتني الست، سؤال ممتاز ملعبي. كل حدا لازم يرد على الثاني، هذا الجو هو بخلق صراع بالبرنامج which is good يعني بالنسبه لنا وحتى للجمهور. انا اللي بقول انه في السنوات اللي مضت في الدورات اللي سبق المواطن فقد الثقة في أداء مجلس النواب، مشان هيك بستنكف إذا شعر أنه هناك في ثقة أنه ممكن يطلع أحزاب وشخصيات تقوم دورها الحقيقي أعتقد بيجي. صحيح. وهذا اللي إذا سمحتي بدي أسأل على نفس النقطة اللي حكاها. طب هلا المواطن هو بيكون يعني كيف حيتبع على انجازات انه هاي البرامج وتنفيذها؟ كيف رح يصير يشوف هاي كيف حيصير يشوف هاي النتائج؟ احنا بالمناسبه مش رح نخترع العجله من جديد. يعني هذا العمل موجود في كل العالم، الحزب اللي بيطلق برنامج ويستطيع ويتمكن من على سبيل المثال انه يفرض رايه او يفاوض الحكومه على سبيل المثال عند طرح الثقة أو طلب الحكومة للثقة أنه تقوم بتنفيذ لو جزء من هذا البرنامج أو كله أو يصير في تفاوض وحوار حولها، وبالتالي إذا تمكن من ذلك ولم يراقب الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج، أنا بعتقد أنه في الانتخابات التي تليها المواطن لن يعود بانتخابه. يعني هيك هذا يعني موجود في كل العالم. انا برجع بقول عدم انتخاب احنا مش جديد على العالم. بدنا نضل ننكد لما نوصل للأفضل. وحوارنا اليوم هذا فرجيكوا إنه إحنا متوجهين للإشياء الصحيح، ما بضل بس نق بدنا نشتغل ونصدق وما نضل نلوم غيرنا. واحدة من بعتقد أنا اللي بسبب فشل البرلمان هو الحكومة ترفض المساءلة، لأنه
واحد اللي هو مراقبة الحكومة من البرلمان. نعم. هي المساءلة. نعم صحيح. والمساءلة كان فيها اللي مسموع ما بعرف أنا، بس مسموع أنه في تدخلات كثيرة خارجة بتأثر على البرلمان واللي بدهم يعملوه، إذا بدهم يعطوا ثقة للحكومة ما يعطوا ثقة. المساءلة اللي هي الأساس، إحنا عندنا مساءلة بس في الجيش والأمن، احنا في الحكومه تقريبا ما في مسائل. لا بالعكس اخي نبيل، استجوابات دائما، هناك كم هائل من الاسئله والاستجوابات اللي يرسلها النواب للحكومه. يعني مش حاضرني الرقم بالضبط، لكن على سبيل التقريب حتى تعرف قديش الامور فعاله في هذا الجانب، كل جلستين تشريعيه يكون بالمجلس النيابي السابق، كان بعدها تكون جلسة رقابية. الجلسة الرقابية اللي هي الأسئلة والإجابات والاستيضاحات اللي بيرسلها النواب. طبعاً طبعاً هاي مسؤولية إحنا كوزارة شؤون سياسية برلمانية، كنا نتابع الحكومة الوزارة الفلانية إجاكم سؤال وين إجابته حتى يتم إرسالها إلى 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 مجلس النواب. آلاف الأسئلة. آلاف. لا لا. مجلس النواب. لا. كان ضعيف. آخر تقرير ستي نسبة الإجابة. ضعيف. ما في دور رقابي. يعني مثلاً على سبيل المثال لما بدأ مجلس النواب يناقش في تقرير ديوان المحاسبة كان من يعني كانت ردود الفعل يقول لك في تقصير من الحكومة بالرد على ما ورد فيها أو متابعة هاي الأمور، يعني بس لو تحطنا بهاي إنه هل كان في مخاطبات فورية من الحكومة للمؤسسات لا النواب كان يقولوا ما يردوا علينا على أرض الواقع. تقرير ديوان المحاسبة في آخر جلسة كانت في مجلس النواب قبل أن تنتهي دورته العادية، كان تقرير ديوان المحاسبة كان مرسل وتم مناقشته في اللجنة المالية، واستمر مناقشته في اللجنة المالية لمدة أكثر من 3 أشهر بعد قرار الموازنة، ومن ثم أحيل إلى المجلس، والمجلس طلع على تقرير اللجنة اللي قالت انه مع كل او جميع، وكان فقط ملحوظات وتوصيات تنتين على ما اذكر حول موضوع تقرير ديوان المحاسبة. يعني احنا للأسف انا بشعر دائما انه هنالك حالة من الانطباع السلبي. صحيح. في انطباع احنا بنشعر فيها، لكن تكون مبنية على ارقام تحليلات معلومة دقيقة من الجهة المعنية للأسف الشديد لما تطلق الناس ما يعني ما بتبطل مهتم، الناس مهتمة فقط في الجوانب السلبية للأسف. صحيح. وهذا صحيح. انطباع بالنسبة يعني صحيح. على سبيل المثال على سبيل المثال عيسى اليوم معاليك على سبيل المثال تفضل بدنا بس نسمع على سبيل المثال اللي صار فيها لا انت لابس بدل عيسى وتمام اول مره باول حلقه اول حلقه هيك متكتك جاي تشرفنا الله يسلمك سيدي بعد طرينا هيك الجو شوي في اغنيه بنضل نقول احنا يا بنت يا اللي هويت اثنين حلفتك بالله من هو الغالي حلفتك بالله من هو الغالي قوي ولعبت على الحبلين قوي ولعبت على الحبلين وحرمتهم يوم الليالي وحرمتهم يوم الليالي ظهور الخيل على ظهور الخيل عيسى طير عيسى ترك الدسور حلقة والله خليها على الله حاولنا نستفزه أنا حاولت يعني من هون أخليه عصب أخليه الزلمة حافظ درسه وفعلا حافظ درسه مضبوط اليوم قاعد اقرا بالنسب تبعات الانتخابات نعم. يعني بال89 كانت نسبه المشاركه حوالي 62% بال2020 نسبه المشاركه 29% يعني بعديك هذا والوزاره تاسس سنه 2003 طيب بعديك يعني شو يعني هذا مؤشر ليش هذا التراجع قاعد يصير يعني كل هالتوعيه وكل هالدنيا يعني في يعني في شيء غلط طيب انا بدي اسالك سؤال انت صحفي ومهتم نعم. وبتقرا سنه 89 نسبة التصويت كانت 62% نعم بال 89 كيف كان يتم اعداد جدول الناخبين؟ كان في كيف؟ يدوي؟ لا مش هذا السؤال
قصدك اساس انه قوائم واحزاب كيف كان يتم يعني ضروره تنق يصل هو ده بالحيط لا لا لحظه لحظه شكله الجواب خطير لا لا لا, 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 لا ايامها كان الوضع مختلف كان فعلا ايامها في كان المواطن لازم المواطن شكرا يروح شكرا كم نسبه اللي كان ممكن او يحق لهم انهم ينتخبوا وراحوا سجلوا ما حدا سجل اصلا فتره لا هذا سؤال مهم حتى تكون المقارنة علمية وسليمة وصحيحة بدنا نعرف هاي النسبة وهي انت صحفي ما شاء الله عليك سوي لنا اياها هل ما عليك هل هذه بمعنى لو كان يحق بعرفش شو ممكن كان الرقم بال89 يعني لو كان يحق لمليون اردني انه يسجل كم واحد راح سجل 600,000 700,000 60-70% على سبيل المثال لنفترض لنفترض من اللي راحوا سجلوا صوت 62% اذا من 62 بيطلعوا 36 360,000 صح ال 360,000 شو شكلوا من المليون 36% بينما الانتخابات الاخيره من يعد جدول الناخبين حكومه الهيئة. لا دائرة الأحوال المدنية بمعنى دائرة الأحوال المدنية كل واحد يحق له أن ينتخب حطت اسمه راح منهم 30% تلقائيا فيمكن تكون قريبة فحتى نكون موضوعيين وعلميين في مقارناتنا ودراساتنا بدنا ندخل في بعض التفاصيل على سبيل المثال انتخابات 2013 الناس بتقول أنه 52% أو 51% نسبة مضبوط الانتخاب كيف أعد جدول الناخبين في 2013؟ تفضل سيدي حلل صح هسه صارت من الكنافه صارت كل المقرات والطرف فيها سيدي لازم نشكر حلويات النجم يا سيدي الاردنيين الاردنيين كرماء دائما يعني اي واحد بفوت بيته الواحد بكرمه يعني هي الموضوع يعني انا بنزعج والله بقول لك والله المقرب ناكل كنافه ولا مناسب هذه كرامه الاردنيين اتجاه بعضهم البعض انتخابات 2013 كيف تم اعداد جداول الناخبين بالقانون كان قانون يا جرت الانتخابات 2013 كان على الناخب او المواطن يروح يسجل في سجل الناخبين طبعا اللي بيروح اذا عنده اهتمام انه يروح ينتخب فلما يعني اللي على سبيل المثال بال89 كان مطلوب انه المواطن يروح يسجل اسمه في سجل الناخبين وتيجي تقول لي 62% معناته انا برايي أسوأ من لما تكون 30% ومش انت ذاهب وحاط اسمك انه انت بدك تسجل اسمك في سجل الناخبين بس طيب حتوقع انه هاي المره حتكون برضه مختلفه نتامل ان شاء الله ما زلنا على امل انه ان شاء الله يكون عليك هاي الجزئيه بتتوقع معاليك انه اذا بتسمح لي استاذه رح تختلف او رح تكون مع ولا ضد انه يكون تغيير مكان الاقامه اللي السنه سيكون لا بكل تاكيد ايجابي ولا سلبي لا ايجابي بكل تاكيد انه تحديد اسمك في سجل الناخبين الدائرة اللي أنت مقيم فيها هذا بكل تأكيد سيساعد في رفع نسبة التصويت في هذه الدوائر اللي أنت مقيمين فيها الناس مقيمة فيها أول شيء تسلم سيدي بيسهل على الناس بتصير أيسر عليها بدي أقول لك مثلا على سبيل المثال واحد ساكن في عمان ولكن هو بسجل الناخبين دائرة إحدى المحافظات غير عمان بيقول لك ليش انا بدي اروح يعني غلبي عليه بيقول لك اروح ساعتين لاصل وانتخب وارجع بينما هنا خمس دقائق ولا عشر دقائق ممكن يصير معليك في بيجي ببال احيانا موضوع اسمه وقطعت موضوع مثلا ايام الانتخابات فقول طب المغتربين لو بصوتوا من برا مثلا لو على لو لو على الاونلاين ما فيش مثلا والله يا سيدي والله يا سيدي احنا والمراكز الاقتراع الان موجوده وكل مرشح له حق بوجود مندوب له في عند الصندوق وكاميرات والناس بتقول لك نزاهه العمليه الانتخابيه لو يصير التصويت برا بقول لك مين بضمن لنا انه هذا صح خلال تطبيق انا 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 بالمرحله الحاليه مو شايف انه مناسب
اثنين هذا بيقودني للحديث عن بعض المشككين بنتائج الانتخابات. احنا للاسف الشديد عندنا في الاردن دائما اللي ما بتوفق بشغله بدناش نستعمل تعبير اخر ببحث عن شماعه. صح. احنا اللي ما بنجح بالانتخابات بيقول صار في تزوير وتدخل. الولد بالجامعة إذا ما نجح بامتحان بمادة بيقول لك الدكتور حاط محطتي بعدين بنصير إقليميين نعمل حاجة واحد ثاني بنصير إقليميين الدكتور هذا لأنه أنا من محافظة وهذا من دائما نبحث عن شماعة ما بنعترف أنه يا أخي أنا قصرت مثلا كطالب بدراستي أنت مثلا كمرشح مش انت لا قدر الله ما نجحت يمكن استعمل تعبير اخر. هالبرنامج اللي انتم مطلقوا المواطنين ما بدهم نعم شايفين انه اولوياتهم برنامج اخر نعم. اولويه اخرى صحيح. خلونا نستعمل هذه التعابير عليك شو الفرق بين المال التبرع التبرع والمال التبرع فرق كبير يعني هلا احنا شفنا مثلا مؤخرا حتى في انجلترا مش بس امريكا الاكبر متبرعين هم اليهود اللي هم حتى ياثروا على النائب هم متبرع قانونيا لكن احنا بنعرف زي الكونغرس بروحوا لاتجاه واحد للي تبرع لهم شو كيف نقدر نميز بين التبرع وبين المال الفاسد سيدي بالاردن احنا الحمد لله يعني هذا الموضوع الناس تعتقد انه ظاهره هو مش ظاهره لا العمل او العمل المال السياسي المشروع نظم بالقانون طيب الحزب مسموح له بالضبط الحزب مسموح له انه ينفق على حملته الانتخابيه طبعا وهذا يجب ان يكون محددات مبالغ وش طرف ان يكون هنالك مدققين ماليين ومحاسبين وما الى ذلك وتحت رقابه الهيئه المستقله طيب اللي بيدفع مال مشان يطلع اسمه على اللائحه لا هذه سيدي ما اعتقد سمعنا كثير هذا الحكي قبل أن تعلن الأحزاب السياسية قوائمها سمعناها كثير إذا بتتذكروا قبل شهر وأنا دائما كنا نواجه هذا السؤال لما كنا نلتقي مع الناس لكن كنا نقولهم وروني قائمة طلعت كانوا يسكتوا هي القوائم طلعت الأحزاب طلع عليها هل تعتقد أنه يعني هذا النظام الجديد يعني نظم هاي الأمور لا بالأسماء الأوائل وغيره هذا شأن الأحزاب لكن الحزب كمان اللي بده أصوات الناس بده يعطي رسالة إيجابية حتى في تشكيل قائمة بتطوروا قنوات الاتصال مع الأحزاب بدون ما تتدخلوا فيهم كحكومة طبعا كيف بتطوروا هاي القنوات احنا يعني قنوات الاتصال مع الأحزاب فيما يتعلق بالقضايا العامة احنا بكرة هذه الأحزاب اللي بنجح منها نواب وصير لها نواب ولها كتلة نيابية الحكومة بدها تتعامل معه هذا يملك سلطة بإيده أنه يحجب الثقة عن الحكومة أن يعارض توجهاتها فبالتالي يجب علينا أنه نروح ونحكي ويصير في تفاوض بين الحكومة اي حكومه ليست يعني مش انا بشكل عام بشكل عام الحكومه بدها تتفاوض مع الحزب عليك بدي احكي شغله يعني بدي تعطوا معالي سيكون هنالك تعطوا معالي فرصه يكون لدنا اختلاف بدي اسال بس هلا انا لانه احنا انا كمواطن اردنيه طبعا كل انتخابات بروح وبنتخب يعني بستعمل حقي لانتخب الناخب انا شايفه انه برامجه بتناسبني بس بعد موضوع الاحزاب انا كثير تشجعت اكثر ابحث عنها اكثر وبصراحه في اكثر من حزب قاعد يحكوا معي يسالوني اذا انا حابه اعرف عن برامجهم اكثر عن جد هلا الاحزاب انت قاعده تروجي الحاج بيستنزل شكلك لا احنا بدنا نعمل انا خلص الترشح لا الانتخابات كلام هم بدك تنزل على الانتخابات انا الانتخابات ناوي السنه الجايه شكلك بفكر الموضوع ليش لا يعني كل واحد له الحق انه ينزل على الانتخابات ويترشح وحقه ينضم لحزب
كل حلقة أنا بكون فيها بالمقال الانتخابي عم بتعلم معلومة جديدة عن الانتخابات. يعني اليوم كانت حلقة مثرية بالمعلومات وكثير تعلمت منها. يعني كثير بحب هاي المعلومات عن جد توصل لكل مواطن أردني بيعرف إنه له حق بالتصويت. فاللي بدي أسأله إنه على سيرة بريطانيا إنه المنتسبين بالأحزاب صار أكثر من بريطانيا حتى هذا الموضوع، صرنا زي فرنسا إنه المنتسبين للأحزاب صاروا نسبة كبيرة. مشكورة. وهذا إشي كتير منيح وأنا كتير مبسوطة إنه في هيك إشي، ومبسوطة من بعض الأحزاب اللي بتواصلوا معي بفرجوني برامجهم، بيشتغلوا على المواقع الإلكترونية تبعتهم، عاملين برامجهم الخاصة، عم بتواصلوا مع الناس طبعاً. عم بيعملوا جمعات، في خطة، يعني في خطة واضحة يعني. بشكرك على اللي طرقتي إله، لأنه إحنا يعني كنا نواجه هذا السؤال أحياناً. بعض الناس بيقول لك انه والله عندنا بالاردن مسجل 38 حزب، انه هذا عدد كبير. البعض يعتقد انه، فدائما بنقول له على اي اساس انت بتقول انه هذا كبير ولا قليل؟ على اي اساس؟ اولا نحن في الاردن لسنا دوله الحزب الواحد، صح؟ احنا مش دوله الحزب اللي فاهمين قصدي طبعا. يعني اذا ما كنت منتسب للحزب بجوز لا بتفوت جامعه ولا بتتوظف ولا ما يحزنون. احنا مش هيك. الدستور الأردني منذ أن قامت هذه الدولة المحترمة قام على حرية المواطن في الجانب السياسي، وأعطى الحرية للمواطنين في تأسيس أحزابهم. بالمناسبة الأحزاب السياسية لا تتشكل بقرار رسمي، لا طبعا مش الحكومة ولا وزارة الشؤون السياسية والأمنية، هي المواطنين، ينظمها القانون فقط. مثل الجمعيات والنقاب يعني والنقابات وما إلى ذلك، أعطى الحق بإطار القانون الدستور الأردني للمواطنين. لا تستطيع الهيئة المستقلة للانتخابات إذا أجاها مجموعة من المواطنين وملتزمين بالقانون والشروط اللي موجودة في القانون لا تملك أن لا ترخص وتعطيهم الرخصة لحزبهم. لا يمكن. إذا سمحت بس كملها بعد إذنك. وإذا بدنا نقارن حالنا بهذا الإطار، في بريطانيا كم عدد الأحزاب المسجلة؟ 402. الناس تعتقد حزبين أو ثلاثة. بالضبط. 402 حزب في بريطانيا مسجلات. 402. في فرنسا 96. في ألمانيا 96. في فرنسا 130. في الدول، قول هاي دول عدد سكانها كبير، لكن في الدول الأوروبية الغربية اللي محترمة في مجال الديمقراطية والحريات والعمل الحزبي، في معدلها لما نحكي السويد، سويسرا، البرتغال، اسبانيا، معدل عدد الاحزاب في هذه الدول 40. فلما يكون عندنا 38 حزب منطقي مش رقم كبير. اثنين، فيما يتعلق بالانتساب مقارنه في عدد السكان مش كثير. لا لا، انا قارنت لك مع دول عدد سكان قريب من قريب مني. الانتساب احنا متفقين انه اول شيء الانتساب الى الاحزاب هو ليس اجباري، هو اختياري للمواطن الاردني، صح؟ وبكل العالم تقاس نسبه المنتسبين الى الاحزاب الى من يحق لهم الانتخاب، نسبه مئويه مش رقم. في بريطانيا على سبيل المثال كان الان نسبه المنتسبين الى الاحزاب في بريطانيا الى من يحق لهم الانتخاب 1%، في فرنسا 1.8%، اصحاب فكر وبرامج ما شاء الله عليك، في المانيا 2.1%، بالاردن قديش؟ ممتاز. 95,000 حسب الهيئه المستقله للانتخابات اخر نشره لها انه عدد المنتسبين 95,000 تقريبا، وعدد الناخبين في الاردن 5 مليون وتقريبا 116. زادوا 16. اقسم 95,000 على 5 مليون و116 ألف تطلع عندك نسبة 1.8 وكسور بالمية. إذا نحن بالأردن أفضل من بريطانيا، قريبين من فرنسا وأقل من ألمانيا. إحنا بنتأمل أنه الكل يعني اللي بيرغب أنه يرتب، لأنه التفاعل بالأحزاب ما هو يعني إحنا بدل ما تظل يعني كل واحد عنده فكرة وعنده رأي وإحنا لازم نتطور. على سبيل المثال العمل التلفزيوني، وحضراتكم يعني ذوات مهتمين بالعمل الإعلامي،
يمكن عندكم رؤية وفكرة حول مثلا العمل كيف نطور الدراما الأردنية ممكن صحيح. كيف نقوم بتطويرها إذا ظلينا نحكي دون أن يكون لدينا على سبيل المثال خطة جهة ضغط معالي الوزير يعني يحمل كم هائل وثراء بالمعلومة وبالمعلومات وبالحكي كل حدا فينا كان له بصمة اليوم بصراحة حلوة كثير في البرنامج اختم رحب ضيفنا اعطينا شغلة عن كتبة تعرف معالي وما هرت يا لوي يتغاوى بعقال العز عزو أهيا بعقال نرد الريح يوم الريح تقرب سورك العالي نثبت شاردات الخيل يوم يطبها جبالي يعني اليوم كان لقاء جميل جدا في فكرة المقر اللي عجبتني جدا والحوار اللي دار مع الإخوة والأخوات اللي كانوا موجودين هاي القامات اللي كلنا بنفتخر وبنعتز فيها كان حوار بناء وبتمنى أني كنت قد أجبت على الاستفسارات والملاحظات اللي كانوا هم يطلقوها اللي بدون شك هي تدور في أذهان مختلف أبناء وبنات المجتمع الأردني.